بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. سؤال خفيف وبسيط جدا لازم الناس تعرفه، لما ينزل مطر بتعمل إيه؟ لما ينزل أمطار عليك هتعمل إيه؟ تمام؟ أو غيث، لأن المطر فيه سوء، أما الغيث وينزل غيث وأعلم ما في الإيه؟ ما في الأرحام. فالغيث لما ينزل غيث تعمل إيه؟ أو الأمطار عشان الناس ده الخرطوم بتاع الري، تمام؟ أو الهوز بتاع الري. أنت المفروض عمال بتروي مية طول السنة بتاعتك، وبقالك شهرين زارع فبتروي ميه، تمام؟ فالميه لما بتنزل في المكان دهوت، لو المكان دهوت الشبر دهوت او 30 سم دول اللي هم جنب الخرطوم من هنا والخرطوم من هنا، لو دول اساسا فيهم املاح يا جماعه، الميه لما بتنزل في المكان ده من الهوز بتعمل ازاحه للاملاح، بتحركها فين؟ في المنطقه دهيه، تمام؟ وبالجنب التاني كمثل برضه بتاخد الاملاح وبتنزلها فين؟ في الناحيه التانيه. طب لو نزل مطر هنا بقى بكميات كبيره، بيبدا يحرك الاملاح اللي هي متراكمه وبتركيز عالي في المنطقه دهيه اللي هي كانت جافه، بينزلها جنب الايه؟ جنب الخرطوم. طيب الاملاح هنا تركيزها عالي والمفروض هنا تركيزها قليل، كده كده الاملاح لما بينزل اقل شويه مطر هنا لازم تتنقل من التدريج العالي للتدريج الايه؟ للتدريج المنخفض في الاملاح، او من التركيز العالي اللي هو في المنطقه ده للتركيز المنخفض اللي هو اللي هو عند الهوز دوت. ولذلك دي النظريه على طول بيدرسوها بتوع علم الاراضي او في كليات الزراعه، ان لازم اول ما ينزل مطر لازم انت تروي على طول مباشره، لازم تروي. طب في ميه نازله من عند ربنا، بس هتزود لك الميه هنا، هتبدا تزيح الاملاح اللي هي اوريدي متركزه هنا بكميات كبيره، هتزيحها لك عند النبات، هيصبح باللون اللي انت شايفه دهوت، المحروق دهوت، خصوصا لو المكان منخفض والارض فيها الملوحه عاليه، تمام؟ دي رقم واحد. يبقى هتروي على طول مجرد سقوط المطر، هتروي على طول، دي رقم واحد. رقم اتنين هتعمل ايه؟ هتحط ديناميك او هتحط مزيل، اي مزيل ملوح، اي مزيل ملوح عندك هتحطه تاني يوم، وتحقن شويه هيومك وشويه احماض وخصوصا حمض النتريك، هتلاقي الامور ان شاء الله تبقى معاك زي الفل، وما يحصلش المنظر اللي حضرتك شايفه ده هو، تمام؟ هتلاقي الامور كويسه خالص معاك، ومش هيحصل المنظر ده. المنظر ده وتاثير الاملاح لما نزلت المطر والراجل ما رواش الارض بتاعته. شكرا لحضراتكم، واتمنى انكم استفدتم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسف يا جماعه، القصه ديت في كل المزروعات، طالما عندك اوبن فيلد في البيوت المحمية لا طبعا، لان ما فيش مية بتسقط كده كده، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، حتى الاشجار لازم تروى، حتى لو مش معض رياها لازم تروى. انا بنبه حتى الاشجار، عندك موالح، عندك مانجا، عندك عنب، عندك اي حاجة، بعد سقوط المطر لازم تدي رية غزيرة وتحقن اي حاجة للاملاح. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.